كون اللجنة شافت اجتهدت رأت أنه قليلة هي الأعمال التي جديرة بأن تبرمج في مهرجان قرطاج، فهمتني؟ فهذا يعني لما تعملي استفتاء في تونس وشنو هي الأغاني أو اللي ظهرت في السنتين الأخيرتين ولا الألبومات، ما تلقاش حاجة كبيرة. أما اللي ردت في التراث واللي حاول اللي فهمتني كله مجمر للأسف الشديد. اي برمجه مش بشاجب. اي برمجه باش تقلق، لكن كل انسان يتحمل مسؤولياته ويتحمل اختيارات لجانه، يلزم يكون الكلام ارقى من هكا، لانه الفنان بالاساس هو اسمه فنان، هو النموذج. وانا غيوره على التوانسه ونحب التوانسه قبل الاجانب انهم يطلعوا. الاجانب عندهم خاطرش الاجانب عندهم مسارح اخرين، عندهم المسارح بتاعهم ينجموا يطلعوا عليهم. التوانسه ما عندهم كان تونس، ما عندهم كان كارتاج يطلعوا عليه. مش من حقك انك انت تقصي باسم انه احنا يلزمنا ما نكونوش ياسر يعني نحطوا عروض تونسيه وعروض رديئه. نقول انا لوزير الثقافه العروض التونسيه والفنانين التوانسه ما همش، والفن التونسي ماهوش رديء وعمره ما كان رديء. دليل اللي الفنانين التوانسه اللي يخرجوا البرا دي ما ينورونا وجوهنا. إذن يفتح جدل على ما أعتقد حول برمجة مهرجان كارتاج تنشوفوه بعد قليل، ولكن قبل هذا خلي ياسمين تعطينا أهم العروض. أهم العروض باش تكون سارة الافتتاح كما شفتوا تونسية 100% وتجمع 30 فنان. هذا اللي موجود في البرمجة اللي باش نقراه لكم. فما دي بالي، فما أسامي معروفة زادة كما حسين الجسمي، كاظم الساهر، رامي عيش، وائل جسار، ألفا بلوندي وأحمد المجري باش يكون مجموعين في سهرة مع بعضهم، مارسيل خليفة، باتريك فيوري، وميكا. ميكا اللي هو أغلى كاشي في كارتاج، أغلى كاشي في كارتاج 200 مليون. ميكا صبر رباعي موجود، صبر رباعي زادة موجود. سمحنا في العرض الاولاني الافتتاح في 30 فنان في بالي، انا كنت معاهم اما انيلي. شكون نحاك؟ والله مش عارف. ما تعرفش شكون نحاك؟ يعني انت مع يعني مع المجموعه كنت اسمك موجود ضمن؟ كنت مع. شكون اللي لاهي هو بهذا العرض؟ والله انا هي مع تابعه نقابه الفنانين محترفين، ومع حسين العفريت هو اللي نظم العرض. ما نعرفش في بعد تم اتخاذها سمعت ايه هي بعد البراي وبعد كل شيء. هي ندوة صحفية كانت صارت اليوم الصباح مع النقابة اللي فيها معناتها حكيوا شوية على لي كونفلي اللي صايرة على برمجة البرمجة بتاع على البرمجة التوينسة. مش على العرض هذا، على العروض الكل التوانسة والبرمجة بتاع أيوة فنانين التوانسة في مجموعة يعني 18% تقريبا من عروض تونسية هكا ولا 18% يعني يراو اللي هي شوية شوية شوية. شو رايك سي بوطف؟ شوية؟ شوية 18% شوية. أنت ياسمين شوية؟ شوية وأنا وهلا أنت شوية كارتاج كلها توانسة شوية بس. على كل عندنا اتصال هاتفي مع سي سامي بن سعيد كاتب عام النقابة التونسية للمهن الموسيقية. مرحبا بك في ديمونش حنا بعد سي سامي. أهلا وسهلا سي سامي. مرحبا. قلت لك مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناة حنا بعد. أهلا وسهلا بك سي سامي. يبدو أن هناك جدل فتح فيما يخص عروض مهرجان كارتاج، ما هو موقف النقابة والفنانين التوانسة؟ اللي فتح هو الموقف، أما الجدل موجود من قبل. ها أكيد. معناها الموقف هو توا خلاص. هو جديد، هو جديد. الموقف هذا باش نجيك من الآخر بالكل، الموقف يقضي بمقاطعة كل عروض مهرجان كارتاج بهذه الصيف. مهرجان كارتاج والحمامات مبدئياً وممكن توصل الحكايه لمقاطعه كافه عروض على عروض راجعه بالنظر للوزاره الثقافيه. يعني سي سامي تحب تقول اللي افتتاح مهرجان كارتاج مش باش يتم على حساب هذا؟ لا مش باش يتم. مش باش يتم. شنو هي الاسباب الواضحه والاوليه؟ باهي لا سبب باش نوضحوا حاجه. راهو احنا المشكله مش في برمجه مهرجان كارتاج ولا قداش من تونسي ولا كيفاش ولا التفاصيل هذه بتاع مهرجان كارتاج. مش هذيك المشكلة. وين المشكلة إذا سي سامي؟ الآليات اللي صارت بها البرمجة. يعني وقت وقع الاتفاق مع الوزراء هو اتفاق مبدئي لا رجعة فيه، الاتفاق هذا يقضي بوجود الهياكل المنتخبة في كل لجنة تعنى بالشأن الموسيقي، معناها باش تحكيو على اللجان الكل هنا. هذا يقضي بوجود الهياكل المنتخبة اللي هي النقابات أساسا. هذا وقع التراجع عليه. وما نفهموش علاش وقع التراجع.
معناها يغلي صارت سياسة تربح الوقت معناها باش يجيك من بعد يحطك قدام الامر الواقع معناها وقت ما عادش وقت باش تعاود تبرمج ولا باش اعاده نظر في البرمجه. هذا اللي يعني لماذا قدمت اذا الملفات لاداره مهرجان كرتان؟ هيك المنتخب وقع تراجع فيه. واضح. يعني انتم مش 18% من العروض التونسيه اللي تراوها عدد نسبه ضئيله. مش هذا السبب؟ شوف ولا هذا السبب بالاساس؟ 5% عروض تونسيه اما تاسس لي بقيه العروض بعروض تفوق جدا بعروض بعيده ياسر احسن معناها من العروض التونسيه الممكنه. والله وقتها نجموا تتناقش الحكايه. اما انا ثم عرض اللي نمشي نحضر له ما يضيف لي حتى شيء. وقتها نوليو نرجعوا يعني انت وين اعتراضك يا سي سامي؟ انت وزملاء الفنانين وين اعتراضكم الاساسي؟ شو طلباتكم؟ شو الطلبات؟ لا لا هو مش ما فماش طلبات هو هذا قرار يعني قرار مبني قرار مبني على اشياء الى حين اعاده النظر في البرمجه في البرنامج اعاده النظر في البرمجه هكا ولا تحت اليات اخرى اللي هي حضور الهيكل المنتخبه والنقابات في البرمجه معناها يعني انتم نحب نفهم سي سامي هو من حيث الشكل انتم مبدئيا رافضين انه يتم برمجه عروض مهرجان كرتاج دون تدخل من نقابة الفنانين والموسيقيين. والله دون الخوف هذا هو من غير ما ندخل في الاصل الموضوع شكلا الحكايه مرفوضه. شكلا مرفوضه يعني قبل ما نوصل قداش من عرض معناها ما نحكيوش عن التدخل احنا كي طلبنا مش طلبنا احنا عملنا كان دورنا استشاري ويلزم يكون استشاري خاطر احنا ماناش نعوض وزاره الثقافه. فهمتني؟ هو دور استشاري معناه مش مطلب كبير ياسر مش مطلب صعيب والمطلب هذايا هو من شأنه أن يقدم حلول معناه حضور الهيكل المنتخبة هو الحل. واضح سي سامي واضح سي سامي أنا نحب نختم معاك نخليك الكلمة الأخيرة ليك لمستمعيك للجمهور اللي يشاهد فيك شو تحب تقول في الأخير؟ اللي باش نقوله في الأخير هو اللي احنا فرحانين بوحدة الصف تاع الموسيقيين. اللي هي تسمى حاجه سابقه مهمه جدا. واضح سي سامي واضح. شكرا جزيلا جزيلا. كان معي على الهاتف عبر الهاتف سامي بن سعيد كاتب عام النقابه التونسيه للمهن الموسيقيه. ونحب نقول هذا افونغو حطيناكم في الاطار اعطيناكم شويه مواكبات اكيد الليله في بلا مجامله البرنامج التلفزيوني الفني الثقافي اكيد انه باش يغوص كثيرا في هذه المعطيات وجمع لكم واعد لكم عديد الفقرات. نحن عملنا افونغو شويه اشارات ولكن بلا مجامله مع الزملاء حبيب جغام حسن بن احمد لطفي العماري وهلا زوادي اكيد باش يخوضوا في هذه المسائل بكل دقه وبكل شموليه. نمشي لك ياسمين باش نواصلوا زيدا مع مواكبتنا وافونغو على برمجه مهرجان الحمامات. كان عندنا لقاء مع لطفي مع فتحي الهداوي مدير مهرجان الحمامات باش يحكي لنا شويه على خذيناه في حوار خذيناه في حوار ربي لاباس الاكسيدون باش نشوف نشوفوا نشوفوا حوار مع فتحي الهداوي مدير مهرجان الحمامات. باللطف عليك ساعة كنت قبل في تنسنيستي الفنية حكيت لي أنت تعرفت لحدث مرور بالفعل ربي يلطف بيك أولا ولا يوريك غيار إن شاء الله في رأس القطوس داري بس حتى القطوسة مسكينة تغش علينا بريج بردو تقول لك تحبوش الحيوانات. نحكي شوية مدير مهرجان الحمامات تحكينا شوية على البرمجة تاع مهرجان الحمامات. يكون مهرجان إن شاء الله نرجعوا له الفوكاسيون نتاعو اللي هي المسرح وليزار سينيك يعني دانس دانس تياتر الموسيقى الى اخره. طبعا هما رجال الحمامات راهو ما ينجمش نحن عندنا 1000 كرسي ما ينجمش يكون عنده الطاقه الاستيعابيه نتاع 10 لذلك العروض لما تشبه للمكان بمعنى انه العروض باش تكون انتيميست شويه شعبيه دون ان تكون شعبويه باش تكون فيها عمق معين الى حد ما ونحاولوا في نفس الوقت انه نعطيو الفرصة للمبدعين التوانسة وغير التوانسة من غير ما نفرطوا في الفوكاسيون ميديترانيان مغاربية ميديترانيان افريقية شوية علاش لا ولكن دولية كذلك لذلك ان شاء الله يكون مهرجان غني فيه هذا الكل مع انه نحبوا المكان الجميل هذا اللي انت تعرفوا المكان البديع هذا حاولوا المهرجانيين والناس اللي بيجيو يتفرجوا يستمتعوا بالمكان هذا ما يجيش يتفرجوا ويخرجوا كأن شيء